أهلا وسهلا بمتتبعينا الكرام، مرحبا بكم على قناة الحوار بريس. والآن كنقل لكم هذا البث المباشر من مدينة فاس زواغة، لأن هناك وقع زلزال والآن كل شيء خارج مخلوع. والآن نأخذ بعض التصريحات من بعض المواطنين باش يعطينا الآراء ديالهم والتصريحات ديالهم. هانتوما كيف ما كتشهدوا الإخوان الشارع، هانتوما الشارع الإخوان، يعني الناس كلها مولوعة وخارجة للشارع بالخوف ديالهم. هانتوما الاخوان كيف ما كتشاهدوا، هادو هما الشوارع. هانتوما الاخوان، والان ناخذوا بعض التصريحات من بعض المواطنين باش يعطينا الاراء ديالهم والتصريحات. السلام عليكم، ممكن تقول لنا الزلزال كيفاش وقع؟ السلام عليكم. سعيد يعني اش نقول لك، هذا الزلزال جاء مفاجئ وكنا جالسين معنا بنا، حتى كنسمعوا كنشوفوا البيت كيتحرك كله، كنشوفوا الناس خارجين لبرا كلهم تخلعوا الديور. يعني اش نقول لك، راه كاين اللي راشي راه قريب النيت راه غادي يطيح. واش نقول لك يعني الصراحه، يا سميتو ربما سمعنا عبد الضرب تيهز وحده اخرى مع الزوج، هادشي اللي سمعنا قالوا غادي يعاود يضرب، ما نعرف لا ضرب لا يسهل عليه، قالوا غادي يعاود يضرب ما نعرف هادشي. السلام عليكم، ممكن تعطينا التصريحات ديالك كيفاش شتي الحال هذا؟ بس سيدي مرحبا، هادشي ادريس سكسونه ثلاثه عليك اخويا، هادشي راه غريب اخويا، وان الحمد لله هادشي عطاه الله. هاي هادشي اخويا عطاه الله، ما عندنا ما نديرو والحمد لله على كل شيء، ونطلبوا من الله السلامه وسرنا وليداتنا وكل شيء. واخويا راه كل شيء، الناس كتشوف كل شيء مخلوع، كل شيء خارج، كل شيء سامح في ديورهم. وشوف اخويا هادشي راه عمرنا شفناه، وان الحمد لله يا رب السلامه. حتى لا الحمد لله ما وقعت حتى شي حاجه، الناس دابا مخلوعه والدراري حتى كتشوف كي دايرين كلشي مخلوع، ونطلبوا من الله السلامه. كيف ما كتشاهدوا الاخوان المتتبعين والمتتبعات على قناه الحوار بريس، هذا هو المشاكل الناس لان خرجت للشارع مخلوعين، وهذو هما الشارع الاخوان كيف ما كتشاهدوا. شي لعبه ما كاينه، ما كاينه زلزال.